لما قعدت اشوف تشكيله الزمالك استغربت من حاجه غريبه جدا مثل سكالترون بادي بيها، اللي هو انت ازاي بتلعب امام عاشور واشرف روقه الاثنين مع بعض في نص الملعب النهارده؟ لان الاثنين دول مفترض ان هم بعيد جدا بقى لهم فتره طويله جدا عن الملعب، ومفترض ان انت كنت تحط واحد موجود المباراه اللي فاتت زي زيزو، بس مع الاسف الشديد انت قررت ان انت تحط محمود عبد العزيز زيزو على الدكه وتبدا النهارده بنص ملعب غايبين بقى لهم فتره طويله. فانا استغربت ازاي انت بتعمل التركيبه دي، لان التركيبه دي هتمشي معاك اول 45 دقيقه، انما ال 45 دقيقه الثانيه طبيعي جدا هي هتنهار بدنيا لانهم بعيد عن الملعب. فكانت الفكره كلها ان انت بتعتمد على الاجنحه بتاعتك، بتعتمد على زيزو، وبتعتمد على شيكابالا ان واحد فيهم يقدر يخلص لك الجيم بسرعه، او سيف الدين الجزيري يقدر ان هو يستغل واحده من الكور اللي هتجيله ورا محمد نجيب ورا محمود الجزار. بس مع الاسف الشديد الزمالك الشوط الاول ضيع، ومعنى ان الزمالك ضيع معنى ان الوقت بيسرقك، معنى ان انت هتضطر تخش الشوط الثاني، معنى انك تخش الشوط الثاني معناه ان في سيناريو سيء جدا، وهو انك هتكون مستني تغييرات باتريس كالترون، وباتريس كالترون ما معهوش دكه، مفيش النهارده فرجاني، مفيش النهارده بن شرقي، شيك بقى ما خلصت الجيم من البدايه، احمد سيد زيزو لسه بيفكر في نفسه اكتر ما بيفكر في الفريق، اوباما راجع تايه كالعاده، سيف الجزيري راجل النهارده عمل برضو اداء كويس الماتشات اللي فاتت، بس ما كانش فيه فرص للراجل كان يقدر يخلص بيها الا الكره اللي جات له في نهايه الشوط الثاني اللي هو للامانه ان فيها وما بصهاش لاسامه فيصل، بس دي كره واحده بس جات للاسترايكر بتاعك طول ال 90 دقيقه، معنى انك تقول ان الراجل كان اناني فيها فده معنى انك ظالم، لان الراجل دي كره واحده اللي جات له فشل في التعامل معاها، بس يحسب على اللعيبه اللي تحتيه ان هم ما عطلوش كور كتير النهارده، ودي حاجه برضو ممكن تقعد تفكر فيها، لان الزمالك بيلعب زياده لاعب من اول الدقيقه 60 بعد طرد العرض بدل، وبالمناسبه طرد مستحق لان لعيب غير بياخد انذار وعمل سيميليشن غريب جدا في لقطه الانذار الثاني ويستحق الطرد، وجونا بيرجع يلعب 10، وجونا بيرجع يلعب على المرتدات بعد ما كان بادئ الشوط الاول. كابتن رضا شحاته افتكر حاجه مهمه جدا ان والله نص ملعب الزمالك هيقع بدل الشوط الثاني، وان انا محتاج ان انا امسك كوره وهاجم الزمالك، وفعلا الراجل اول ما قرر يهاجم الزمالك لبس الطرد بتاع العرض بدل، فقرر ان هو يرجع ويستنى تغييرات المسيو العبقري، وتغييرات المسيو العبقري ما تفهمش هو عايز ايه للامانه بتاعت ربنا، يعني منتظر ما يتنزل اسامه فيصل علشان خاطر تلعب باثنين مهاجمين وتقعد تلعب عرضيات من ناحيه الشمال باحمد فتوح اللعيب المفترض ان هو افضل باك شمال في مصر حاليا، ومنتظر كمان انك تلعب عرضيات من ناحيه احمد عيد، على الاثنين اللي هيبقى موجودين في منطقه الجزاء سيف او هيكون موجود معاه اسامه، وطلع شيكابالا لان شيكابالا مش هيقدر يكمل و90 دقيقه، وفعلا الراجل طلع شيكابالا، بس المشكله كلها ان هو راح مطلع روقه وقرر ان هو ينزل اوباما تحت، اللي هو انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه طيب؟ جونا مش هتهاجم، بس مش معنى كده انك تنزل اوباما تحت وتعتمد على ان اوباما هو اللي حرك لك الايقاع، لا اوباما مش كده خالص، اوباما ممكن يسرق لك هدف في كره عرضيه، انما مش اوباما اللي هيرجع يبدا لك الايقاع بتاعك، ماشي تعديها بعد كده تقرر ان انت محتاج تنزل مروان حمدي في النهايه، فقبلها تيجي مطلع الاثنين باكات بتوعك، تيجي مطلع احمد عيد وتنزل سيف جعفر، وتطلع احمد فتوح وتنزل مكانه اسلام جابر علشان خاطر يوم ما تنزل مروان ويكون موجود معاهم سيف ويكون موجود معاك كمان اسامه فيصل، يعني ثلاثه في منطقه الجزاء منتظرين العرضيات، تيجي حطيت لهم اثنين على الاطراف ما بيعرفوش يعرضوا، اللي هو يخرب بيت ابو العظمة بجد والله يخرب بيت ابو العظمة، يعني اسلام جابر ما بيعرفش يشيل الكرة مع الارض اساسا عشان خاطر يلعب عرضية، والناحية التانية امام عاشور اساسا اتصدم ان هو كمل 90 دقيقة، فمنتظر انت ان الزمالك بعد تغييرات هذا المدير الفني العبقري زمان يقدر ان هو يسجل الهدف الاول. اسلام جابر لو شرط عليه تلاجة هتخش، بس مش معنى كده ان فعلا التلاجة اللي جت من سيف الدين الجزيري وهو تصدى ليها كرة بعيدة جدا تصدى ليها بطريقة نوعا ما سيئة ردت لسيف جعفر علشان خاطر يشوطها بره والمرمى خالي، والفرصة بتاعت سيف الدين الجزيري اللي هو برضو مفترض ان الناس كانت مستنيه ان هو يبص لاسامه فيصل، بس الراجل جاله ده الفيرود اللي هو لا انا فيرود ومفترض ان انا خلصت واسجل، فلما قرر ان هو يصوب كانت الزاويه مقفوله واسلام طارق قفلها علشان خاطر الزمالك يضيع منه نقطتين، علشان الزمالك بعد التغييره بتاعت مروان حمدي دي لا بقينا عارفين نلعب على الارض ولا عارفين نلعب في الفضاء. فكالعاده يا صديقي لما باتريس كالترون بيتدخل اعرف ان هي خربت خالص، بس النهارده يا امانه بتاعت ربنا لو بصيت على الغيابات بتاعتك، الغيابات بتاعتك بن شرقي، فرجاني، عبد الشافي، كمان موجود معاهم حازم النهارده غايب، محمود علاء النهارده غايب، لا انت عندك نص فريق غايب، فطبيعي لما تبص على الدكه تلاقي ان هم شويه شباب ما فيهمش غير اسامه فيصل وحرفيا محمد عبد السلام اللي انت عارف ان هم ممكن ينزلوا وممكن ان هم يكونوا موجودين، محمد عبد السلام راجل مساك مش هتكون عايزه وانت بتعادل، فهتقعد تستنى ان هو ينزل لك حسام اشرف او ينزل لك اسامه فيصل او ينزل لك كمان سيف فاروق جعفر علشان ابن فاروق جعفر، بس عادي يا صديقي مباراه وعدت وهارد لك على التعادل.